علماء بجامعة أكسفورد الأمريكية طوروا آلية جديدة ممكن تحمي الأطفال من الإصابة بالنوع الأول للسكري بمراحل مبكرة جداً. الفكرة من هالآلية هي تدريب الجهاز المناعي الخاص بالأطفال من خلال إعطائهم الإنسولين على شكل بودرة، وبيعتقدوا العلماء أنه إعطاء هالبودرة للطفل من عمر 6 شهور حتى عمر 3 سنوات راح يساعدهم على تجنب مرض السكري. لأنها رح تساعد بالتالي الجهاز المناعي بتحمل الإنسولين الموجود بالجسم بشكل أفضل. الجدير بالذكر إنه 1 من كل 100 طفل بيمتلك جينات ممكن تزيد من خطر إصابته بالسكري. لهاللحظة ما في أي طريقة بتساعد على الوقاية من هالداء، لكن الدراسة مستمرة من خلال زيارة المشاركين للأطباء بشكل متكرر، كونهم رح يستخدموا بودرة الإنسولين فقط للسيطرة على داء السكري.